صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا لا انقضاء له، نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه. أما بعد، قال الله العظيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حكيم. الإسلام في حقيقته أيها الإخوة والأخوات ليس إلا عبارة عن منظومة أخلاقية تهدف إلى تقويم سلوك الإنسان ودفعه نحو التزام أفضل سلوك أخلاقي يمكن أن يمارس. وبعبارة أخرى أيها الأعزاء، أوامر الدين ونواهيه صحيح هي أوامر ونواهي دينية، ولكنها في حقيقتها أخلاقية، أخلاق في قالب الأمر والنهي. والأخلاق أيها الأعزاء هي أهم ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات. الحيوانات لا تفهم معنى الأخلاق، الحيوانات لا تفهم معنى الإيثار والكرم ونكران الذات، الحيوانات ما تفهم هذه المفاهيم ولا إلها علاقة بها. الحيوان لا يفهم معنى الحياء. كل هذه المفاهيم الأخلاقية ترتبط بالإنسان، لأن الإنسان يختلف عن الحيوان بأخلاقه، وإذا تخلى الإنسان عن أخلاقه أصبح كالحيوان. ولذلك جاء التركيز على هذا المعنى الأخلاقي، الأوامر والنواهي التي تفضي إلى تقويم سلوك الإنسان أخلاقيا. يقول النبي صلى الله عليه وآله: صلوا عليه بأعلى أصواتكم. قال إن الله صلى الله عليه وآله: إن الله كره لي ست خصال، وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي. ست خصال الله سبحانه وتعالى أمر النبي والأوصياء والمسلمين أن يتجنبوها. ما هي هذه الخصال الست؟ قال: العبث في الصلاة. إنسان ده يصلي ويعبث،
دي يصلي ومطلع الايفون يتشيك شو اخر مسج اليوم وصل، يصلي وفكره بالثريا هذه كيف صايره، يصلي وعينه على شاشه التلفزيون يريد يسمع الاخبار، هذا عبث في الصلاه، عبث ولا يجوز. لذلك القرآن الكريم يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع جزء أساسي من الصلاة، والقرآن الكريم يتهدد هؤلاء المصلين، انتبهوا مصلين هم يصلوا لكنهم يعبثون بصلاتهم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو ده يصلي بس فكرة مكان ثاني، ساهي عن الصلاة، قلبه في الصلاة، جسده في الصلاة، وقلبه في الشارع، جسده في المسجد ومخه في التجارة. ولذلك تشوفون القرآن الكريم يوبخ بعض المسلمين، لا بل بعض الصحابة الذين كانوا يحيطون النبي صلى الله عليه وآله، قاعدين ده يسمعون الخطبة، فيأتي منادي للتجارة ينادي. القرآن الكريم يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. النبي ده يخطب والخطبة جزء من الصلاة، خطبة صلاة الجمعة جزء من الصلاة، على المستمعين الإصغاء. ولذلك تشوفون صلاة الظهر 4 ركعات لكن صلاة الجمعة كم ركعة؟ ركعتين. ليش؟ لأن الخطبتين تعوضان عن الركعتين. يترك النبي صلى الله عليه وآله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. العبث في الصلاة 2، والرفث في الصوم. الرفث له معنيان أيها الأعزاء. المعنى الأول العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة تسمى رفثا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بالليل ليلة الصيام مو بالنهار تجوز العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته، هذا معنى. المعنى الآخر للرفث كل فحش في القول، كل نميمة، كل شتيمة، كل غيبة، كل بذاءة، كل سب، كل فحش يسمى رفث. الإنسان الصائم مفروض يضبط لسانه، لأن الهدف من الصيام هو أن يتعلم الإنسان ضبط النفس. فإذا كان يصوم عن الطعام ولكنه لا يصوم عن الفواحش، غيبة يغتاب، كذب يكذب، نميمة ينم، تهمة يتهم، فحش يمارس، ساب يسب، شتيمة يشتم، هذا ما قيمة هذا الصيام، لا قيمة له. من لم تنهه، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، من لم تنهه صلاته وصيامه عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته. السبلة يعني الشارب، خليه يمسح بها شاربه، ما تفيده. الثالث الذي نهينا عنه والمن بعد الصدقة. إنسان يتصدق لكن إذا تصدق يريد أهل المدينة كلهم يعرفون هو تصدق، يريد يخبر العالم، يريد يذكرون اسمه على السماعة. تبرع؟ أنا تبرعت $20 يلا اذكروا اسمي. يا عمي خلي أجرك عند الله سبحانه وتعالى، ليش تطير ثوابك؟ أنت حينما تمن وتعتبر حالك عامل لك عمل عجيب، شق القمر بإعطائك كم دولار، أنت تبطل بذلك أثر الصدقة.
يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تبطل يعني إنسان تصدق وحصل ثواب وكتب له ثواب فيمن أنا عملت، أنا سويت، شوفوني يا ناس، شوفوني، طلعوا فيه، فيبطل عمل الصدق، يبطل. وقدمنا، يقول القرآن الكريم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك القرآن الكريم يقول: قول معروف ومغفرة أن تقول كلمة طيبة للفقير، تقول له الله يعطيك، أفضل من أن تعطيه صدقة ثم تمن عليه. يجيك فقير يقول لك أنا محتاج، السلام عليكم ورحمة الله، تعطيه. يجيك بعد أسبوع، لك يا عمي إحنا الأسبوع الماضي جينا، فل من هون، الله ياخذك إن شاء الله، ما في داعي. قل له الله يعطيك، ما تريد تعطيه، قل له الله يعطيك، خلاص. لا تمن عليه، لا تمن عليه، لأن منك على الفقير يذهب بأثر الصدقة التي تصدقت بها. إذن والمن بعد الصدقة، لا تمن. وجاء في الحديث: إذا أعطت يمينك فاخف ذلك عن شمالك. الله أكبر. يقول إيدك اليمين لما تعطي خلي إيدك الشمال ما تعرف. هذا مبالغة في التستر، مبالغة في التستر. طيب كيف إيدي اليمين تعطي وإيدي الشمال ما تعرف؟ المقصود ما تخبر العالم، ما تحكي. في ناس أنا أعرفه والله إذا عمل صدقة وأعطى لحد ساعد يصير يحكي فيها، يحكي يخبر العالم فيه، أنا أعطيت أنا أعطيت، يخبر المدينة كلها. ما تخبر، خلي اللي بده يعطيك الأجر هو يعرف، وهو الله عز وجل. أخبرت أم لم تخبر؟ الله مطلع على عملك ويضاعفه لك. ولذلك إن عملت صدقة في السر علم بها الله سبحانه وتعالى ويضاعفها لك. أما إذا ابتغيت بها الرياء والسمعة فعند ذلك تمحق ما بنيته من ثواب عند الله عز وجل. هذا ثلاثة. الرابع من المنهيات التي نهي المسلمون عنها: إتيان الجنب مسجدا. أكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى لأكمل بقية النواهي في الخطبة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأطيب وأطهر ما صليت على أحد من العالمين. وصل على أخيه ووصيه من بعده علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة المهدي أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه
وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين بين يديه بإذن الله. My beloved brothers and sisters, in one hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam had asked Muslims to avoid six qualities, to avoid them, because they conflict directly with your faith, with your sincerity, with your iman. One is to play around while you are praying. Playing around while you're praying, meaning you're not praying. When I pray, I need to be in the state of khushu' and humility. When I'm not in a state of khushu' and humility, what does my prayer do to me? It has no effect whatsoever. If I pray, but my mind is roaming somewhere else at my business, I'm praying and I'm so preoccupied with a transaction that I was supposed to conduct today, what's the purpose of the salah? When you go to salah, when you enter salah, you're supposed to enter salah with a free mind, completely detached from your surroundings. Completely detached from your surroundings. A man who was searching for his dog passed by a few people who were praying in a masjid. And when they finished the prayer, he asked them if they saw his dog, his lost dog. They all said, we did not see the dog. He said, Subhanallah, you guys were praying? If you were praying, how did you notice that there was a dog or not? If you're praying, you're not supposed to even pay attention to anything around you. You're supposed to completely focus on your salah. وَالرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ. And when you fast, you avoid nonsense talk. You avoid backbiting. The whole idea of fasting is to make me stronger before any temptation. When I'm getting tempted to backbite, fasting is supposed to teach me to be strong. So what's the point of me fasting and backbiting? Fasting and using profanity. وَالْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَ. After you give a charity, you make it so public. You speak publicly about it. Number four, وَإِتْيَانِ الْمَسْجِدِ جُنُوبًا. Masajid has sanctity. All worship places has sanctity in their respective religions, including masajid, any masjid. Therefore, a person who has been a state of janaba, has not taken the ceremonial shower, is not supposed to enter a masjid, because a masjid is a holy place, is a sacred place. You're not supposed to take it so lightly. You need to always revere the masjid. Why? Because the masjid is a house of Allah subhanahu wa ta'ala. It belongs to Allah. Therefore, always a masjid should be kept clean. Our scholars say if a man entered the masjid to pray, while praying he noticed that there is blood on the carpet, you must break your prayer, go clean it, and come back to your salah. You must. Because you're not supposed to see any impurity in the masjid and keep it quiet. It will be the community's responsibility, not only the custodian. Everybody's responsibility to keep the masjid clean, to keep house of Allah clean. وَالتَّطَلُّعْ فِي الدُّورِ.
Some people have a strong sense of curiosity. When they pass by some homes, they peek in to see what's in the house. Or if you live in an apartment, you know, your neighbors are basically exposed to you. Some people go and check on what is in other people's homes. That's haram. That's haram. First of all, you may look at something that's haram, a woman without hijab. Number two, Islam has prohibited Muslims from being nosy. There are some Muslims who are nosy. He finds someone coming to the masjid today driving a new car. He jumps to him. Hajj, how much did you buy this car for? It's not your business. It's not your business to know how much he bought his car for. How much mortgage you're paying? How much did you buy your house for? How much you make money? How much you get paid? Well, whatever it is, شو خصك أنت? What do you have this to do? What do you have to do with it? If he tells you he makes 100,000 or 200,000, does that make you hungry or full? Does that make you happy? Keep yourself, keep your nose away from people's business and private life. Don't indulge in checking on people's life. Who has what? This guy bought two homes. So what? شو خصك أنت? شو خصك? It's not my business to go and check on people's property, possessions, salary, or anything that has nothing to do with me. Stay away. Stay away from people's business. Stay away from people's private life. Finally, والضحكة بين القبور. Someone goes to the cemetery and he is seen laughing. That's not the time you laugh. When you go to the cemetery, it is not a place to laugh. It is a place to reflect, to think. To think about yourself, your own fate. When you go to, that's why mustahab, it's mustahab to go to the cemetery, my dear brothers and sisters. Because when we go to the cemetery, it reminds us of our own inevitable fate. You need to say to yourself, one day I will be brought here. I will be laying down among those dead. This will be my final home. No matter how much I beautify my residence, my home, one day I will have to leave it and come here. And no matter how spacious my house is, after I leave this world, I will occupy as much as any poor, any homeless occupies. I will take a occupy a very small space. We call it a grave. That's how much we will take with us. That's what we are heading. So when you attend a funeral, janazah, or you go to a cemetery, remember, this is not a social gathering. This is not a party. This is not a wedding party. This is a time of reflection. I'm supposed to be subdued. I'm supposed to think about my own destiny. It is not a place where I laugh and take it not so seriously. You want to laugh? Go laugh at where you can laugh, but not in a cemetery. Not where I'm supposed to be awakened to my own destiny. My dear brothers and sisters, tomorrow, Saturday, will correspond with the birth of the great lady of Islam, Fatima al-Zahra, alayhi salam. I only have a few minutes
to conclude. That's why I don't have much time to talk about this great personality about Fatima al-Zahra alayhi salam. But there is one astonishing hadith from the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi. And we know when the Prophet speaks, he speaks the truth, and he speaks nothing but the truth. And the Prophet, when he speaks, he is not motivated by any personal interest. His words are not motivated by any personal interest or nepotism. When he speaks about Fatima al-Zahra alayhi salam, he is not motivated by his personal emotions toward his own daughter. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. The Quran says every time this man speaks, he does not speak from desire, personal desire. Whatever he speaks, it is a mere revelation, wahy. The Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, think about it, my dear brothers and sisters. He had not said this about any other individual. إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لِرِضَى فَاطِمَةَ وَيَغْضَبُ لِغَضَبِهَا. He says, Allah is happy and satisfied when Fatima is satisfied and happy. And Allah subhanahu wa ta'ala would be angry when Fatima is angry. Do you know what does that mean? Allah, the most just, the most knowledgeable, the most wise, is depending his own satisfaction and anger on the satisfaction and anger of one person, one lady, and that's Fatima al-Zahra alayhi salam. What does that mean? What does that supposed to mean? It means that the person, Allah, is depending his own ghadab on her ghadab, has no personal ghadab. She is completely diluted in God's wishes. She completely submits to God that when she's angry, Allah is angry. She has no ego, personal ego. She has no personal stake. Everything she does it for God. Everything she says, she says it for God. So much so that Allah subhanahu wa ta'ala is depending his own satisfaction on hers and his anger on hers. That means Fatima al-Zahra alayhi salam had devoted all her life, emotions, feelings for Allah subhanahu wa ta'ala. She has no feelings of hers. She has no emotions of hers. She had dedicated everything in her for Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, Allah will not base his satisfaction on one individual satisfaction or his anger on one person's anger. That means when she is happy, Allah is happy. That means Fatima al-Zahra does not follow any personal motivation or personal interest. She dedicates her entire life for Allah subhanahu wa ta'ala. Tomorrow, my dear brothers and sisters, we will be celebrating the birth of Fatima al-Zahra alayhi salam here at the Islamic Institute of America at 7:30 p.m. I urge you all, my dear brothers and sisters, to be here at that celebration. It will be open for all, and it will be conducted in both Arabic and English, inshallah. So I'm inviting you all to attend tomorrow's Fatima al-Zahra's birth, alayhi salam. سنستأنف دروس تفسير القرآن أيها الأحباء ابتداء من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب والعشاء مباشرة.
نبتدئ بدعاء التوسل ثم تفسير القرآن ويتبعه أسئلة وأجوبة، الدعوة عامة للكل، والبرنامج سيتم باللغة العربية أيها الأعزاء، يوم كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة السابعة، حاليا السابعة لأنه بعد صلاة المغرب والعشاء، كل ما يتقدم أو يتأخر الوقت، المهم إحنا موعدنا بعد صلاة المغرب والعشاء إن شاء الله من كل ثلاثاء. أيضا أعزائي غدا tomorrow there will be a session, a very important and informative session on the implications and complications of Alzheimer. Many elderly in our community suffer from Alzheimer, and many relatives and family members are not equipped to handle this situation. So this is a session in which you will be educated, we all will be educated on how best we handle those beloved members of our family in the most professional way. So it is a very educational and informative session that will be conducted tomorrow at 10:30 in the morning here, inshallah. Finally, I remind you one more time, my dear brothers and sisters, and I will continue to remind you every week till March 8th, that on March 8th, the Islamic Institute of America is having its fourth annual dinner. By the way, my dear brothers and sisters, our institution has one annual dinner only, one. And after Allah Azza wa Jal, we depend on you and on your generosity and your support. Therefore, I urge you all, my dear brothers and sisters, with no exception, that you buy your ticket. You buy your ticket for yourself, for your family members, and for friends. And be with us on March 8th at 3 p.m. at Nadi bin Tajbir. Tickets will be sold outside the masjid at the hallway. So please make sure you buy your tickets, you support your institution. أعزائي أحبائي نحن بعد الله عز وجل نعتمد عليكم، نتكل عليكم أيها الأعزاء في دعمكم لهذه المؤسسة. ولا أريد أن أتحدث عن إنجازات هذه المؤسسة خلال هذه الفترة القصيرة 3 سنوات، ولكن أستطيع أن أقول وبكل تواضع ولله الحمد والمنة أن هذه المؤسسة من أنشط المؤسسات الموجودة في جاليتنا. We're open every single day. Every single day. 365 days a year. Every day from 10 a.m. till 10 p.m. We're open for Salat al-Dhuhr, al-Asr, Maghrib, and Isha. We have the Friday Salah. We have the Friday night youth program. We have Laylatul Jum'ah Thursday night program. We have the Sunday gathering and Sunday school. We have Saturday school. We have Quran Academy. We have the Hawza and seminary. We have variety of programs. I think this is one of the most active institutions in our community. Alhamdulillah. I'm not saying this to brag, rather to express my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for enabling us to serve this community. So my dear brothers and sisters, I hope that you will heed my call and buy the tickets and be there and show your support for this institution, inshallah. And by the way, whatever you donate to this institution, whatever you donate, you can consider that part of your khums and zakah. Many of us owe khums and zakah. This is an obligation, a religious obligation, that I have to pay a percentage of my income, surplus income, as khums and zakat. You can pay it here and hit two birds with one stone. You are fulfilling your religious responsibility by paying your khums and zakat, and you are also helping an Islamic institution to stand on its feet. And thirdly, you can get a credit for your tax.
You can consider that part of your tax. You have to pay tax to Uncle Sam anyway in this country. At least use some of your tax by forwarding it to an Islamic institution. So please do not forget that, my dear brothers and sisters. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat tabi' allahumma baynana wa baynahum bil khayrat innaka mujibud da'awat innaka qadi al hajat innaka ala kulli shay'in qadir wa ila arwah al mu'minina wal mu'minat ولشفاء المرضى خصوصا المرضى المنظورين ولإرسال الثواب لأمواتنا المرحومين نقرأ السورة المباركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر my dear brothers and sisters, there are many brothers and sisters who are trying to get into the masjid to pray. Please, it is okay even if you feel a little bit inconvenient, but it is okay to make some room for your brothers and sisters who are trying to get in, and Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for that. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. شيخنا 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 سيدنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا محسن قد أتاك المسيء أنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما تعلم مني يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة، بمحمد وعترته الطاهرة. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.